إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا، وأهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامجكم تفسير الأحلام. ومن الأحلام التي وردت والرسائل التي وردت إلى البرنامج رسالة الأخت السيدة فتيحة من تيارت تستفسر، تقول: رأيت في منامي أنه أهدي لي من جهة رسمية بين قوسين هيئة حكومية فرس أبيض اللون، وقد فرحت به كثيرا وأوصيت أخي بعلام. نعم، يبدو نعم، معنا اتصال أخ محمد من العاصمة. أهلا بك وبأهل العاصمة الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أهلا وسهلا. نعم، أنا كنت في النام الله راقد. نعم. شفت رئيس الجمهورية بشارطة تاعه. نعم. لابس كوسي مكحل، قمجة بيضاء، وقرافطة كحلة، وشعره كحل. نعم. ويتمشى هكا بالشارطة تاعه ويشارع الناس. نعم. يتحي الناس كما كانوا، استنى في وسط بين الغاشي هذوك. نض قلت له: والله ما اسمح لك لا دنيا لا آخرة. وعليها نضت للزوجة تاعي وقلت لي صلاة الفجر، وأنا الحمد لله كما قال لك راضي بالشي اللي كتبه لي ربي. حامد الشيء اللي كتبه لي ربي، الحمد لله، الشيء اللي مده لي واللي غادي مده لي. نعم. فهمت، ولا عندي رضيت الوالدين. نعم. الحمد لله من الجهة، ومليح مع الزملاء تاعي، مليح مع الناس كامل. نعم. سمعت هذه الرؤية ما لبريش. من وقتاش شفت هذه الرؤية؟ والله مالك ما قدرتش نقول لك، ما واحد شهر ونص شهرين. نعم، جاتكش بشاره في هذا الشهر او الشهرين؟ والله ما انا الحق اللي نستنى في سكن جيد. هذا هو هذا هو نعم، من جهه رسميه يعني، هذا هو القصد يعني. إيه. اي طيب، والسكن هذا راك مشيت فيه يعني؟ مشيت فيه. نعم، قالوا درنا الاجراءات. اما استبشر خير، خيرا رايت شرا كفيت، خيرا لك شرا لاعدائك. شكرا اخ محمد من العاصمه. رؤيا الملوك والرؤساء والامراء فيها خير كبير لصاحب الرؤيا، وبالتالي سالنا على مساله البشاره. رؤيا الرئيس نسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه ويحفظه وسائر ولاة أمور المسلمين، تدل على أمر رسمي وأمر مختوم، بمعنى أنها بشارة من جهة رسمية أو من جهة الدولة، لأن الولي الأمر يعد رمز للدولة. وطبعا هذا الذي أقريت به هو مسألة السكن. ومسألة التحية والترياش باليد هذا يدل على المحبة، يعني المحبة في النفوس وطرح القبول في الأرض. نسأل الله عز وجل لنا ولولاة أمورنا القبول في الأرض، والله أعلى وأعلم. نكمل رسالة الأخت أو السيدة فتيحة من تيار، تقول: رأيت في منامي أنه أهدي لي من جهة رسمية هيئة حكومية فرس أبيض اللون، وقد فرحت به كثيرا وأوصيت أخي بعلام أن يعينني عليه أو به أو يعتني به، وقد صارحني أنه الفرس خالي غالي الثمن، أن الفرس غالي الثمن، وقد كنت أرى أيضا كبشا وديكا، فما هو تفسير هذا المنام؟ علما أن عمرها 40 سنة وهي أرملة وقد تكفلت ببنت. وفي سؤالها قالت: هل هناك رؤى من نسج الشيطان؟ طبعا هذا الرؤية فيها دلالات قوية جدا. أولا، مسألة الكبش تدل على رجل منيع وتدل على رجل ذي سلطان، يعني صاحب مسؤولية كما نقوله احنا اليوم، وأيضا تدل أيضا على الأمير.
وتدل على القائد في الجيش وبخاصة أمور الجيش، يعني أمور العسكر، وتدل أيضا على أنه إنسان مقدم، عنده رتبة في هذا الجيش. وأيضا الديك بهذا يدل، مسألة الديك يدل على رجل له همة وله كلام حسن. نعم، يبدو أنه معنا اتصال. الأخت منال من ميلا. نعم، السلام عليكم. اهلا بك وباهل ميلا الاخت منال. اهلا، مرحبا. اهلا وسهلا. الحمد لله. الحمد لله. اهلا، خيرا. رايت شلونك فيك؟ عندي رؤيه انايا. نعم. حبيت نقول لك في عيد الفطر اللي فات. نعم. على 3 الصباح هكا كنت مخيط في القندوره تاعي. من بعد لوطو هذاك اللي قاعد نخيط فيه، كي طلعت راسي هكا شفت في الهول تاع الدار، لقيت قطة هكا بيضة وكحلة. ايه. هاي بيضة وكحلة، ومن بعد شغل لوطو اللي حطيت فيه القنبرة طلعت راسي ما لقيتهاش. ايه. ما شومبر تاعي حوست عليه، حوست رحت الاخر لا كويزين تاني ما كانش. من بعد ما موت اختي قلت لها تما نوضي نحوس وانا وشفت القطة وكامل. قالت لي كيفاش دايرة وهذا، قلت لها صافي بيضة وكحلة. قالت لي هي حوسنا حوسنا ما لقيناهاش. اه. وعندي رؤية واحدة أخرى. نعم. إيه الثانية؟ شوف عندي واحدة رؤية، شفت أختي. نعم. ماشي شفت أختي، أختي شافت واحدة. أختك شافت واحدة. إيه. أكبر أخوي تشكي معك. تفضلي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. شوف أنا في الرؤية شفت إنه في الباطل ما في كلش. إيه. في الباطل من المجاورة لنا عندنا إمرأة مشكوك في أمها، إمرأة عاهدها الله. نعم. الأمور محرمة وغير شرعية ما في زين وكل شيء. المهم لما كنت أنا واقفة في الجزاء والسبل ورافعة السبل على وجهي، قلت لها دخل شفت عندها إمرأة، هذه الإمرأة اللي جاية عندها معرفة أمور صحة. بعدها دخلت لعندها ونشم معها بنظرة هكا كيما نقولوا من شاب يعني الأمر هذاك. بعد ما خرجت هذيك المرأة حاولت من قاعدة نتبع فيها. نعم. بديت أنا نجري من وراها قاعدة نقول واتبعوا ما تتبعوا الشياطين وعلى ملك سليمان، هذه الآية الكريمة. عاودي عاودي إيش كنتي تقولي؟ عاودي الآية. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. نعم. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ايه بارك الله فيك. وبعدين نقرا في هذيك الايه ونجري من وراها. خير ان شاء الله. بركي بركي انا لا احسن من هذا الامر. وبقيت نجري من وراها دور الدور عند فاطمه. وبعدها لما دارت دخلت السكن اللي نسكن فيه حنايا، كنقول العماره نسكن فيها انا. ايه. هي العمارة اللي نسكن فيها معايا، كي نحبسها ونقرا في هذيك الآية وهي حاربة. وبعدها دخلت لهذيك العمارة، لما دخلت دخلت عند جارتنا اللي تسكن كيما نقولوا حنا في الطابق اللي تحتنا السكن تاعنا. دخلت لعندها وأنا بقيت على غيظ وقاعدة نستنى فيها ومشيت في هذاك الأمر مش عارفة عليه. لما خرجت وخرجوا أهلي معايا وكثير معايا، لما خرجت هذيك المرأة بداو هادو جيراني كيما نقولوا حنا يغطيو فيها، كأنهم حسوا الحاصين هكا يغطيو فيها يمنعوا فيها وحدتي هكا. وبديت انا كني مش راضية، ومن بعد كي قلت لها لا راكم تدخلوا فيها ومن هذاك أكرمك الله، قالت لي دخلت قضي حادثها. نعم. أكرمك الله. كيما نقولوا حنا أكرمك الله خرج. بعدها لما خرجت اسمحي لي تقضي حاجتها. اسمحي لي تقضي حاجتها ومن بعد خرجت. نعم. قلت لها واش دخلت كثير؟ قالت لي دخلت تقضي حاجتها. قالت لي انت جات حوصي. نعم. كانها تريد هذيك ديارنا تفكتها. نعم نعم. نعم نعم. انا في هذيك الغيظه ونشوف معاها وكانهم محاليين هذا يخرجوها كيما نقولوا العماره على البلوك هذاك نتاعنا. وبديت نقرا في وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الايه الكريمه. هي وما كرهت ولا على غيظ، ما نشعر بالامر هذاك ابدا، مع العلم اني انسانه كفاح. مش بيك، مع العلم انك انسانه واش؟ اني معاني من امور السحر، من امور هذه تقدري تعطيني الاعراض واش تعاني مثلا؟ اني نشوف احلام مفزعه، اني ايه اشياء زرقاء في جسمي، انه لما نسمع القران طايح، لما لا احتمل
اللي توقف عن كلام، صار لي واحد الرجفة هكذا. هذه من وقتاش هذا الأمر؟ هذا الأمر من وقتاش؟ عنده مدة 3 سنوات الأمر هذا مصفي معي. طيب أنت تعرفي تقري القرآن؟ أكيد. إيه، رقيتي عند الناس ولا رقيتي نفسك بنفسك؟ رقيت عند الناس. خلاص دوك نبين لك الامر هذا. عندك جهه الحوض والظهر سطر يتكرر بشكل منتظم. بارك الله فيك. طيب دوك نبين لك. جيد دوك نبين لك الامر كيفاش تديري، وان شاء الله خيرا. رايتي شرا كفيتي. انت والاخت اختك منال من ميلا، اهلا بكم مره اخرى. بالنسبه للرؤيه منال وهي مساله القطه، هذا تدل على يعني صحبه غير وفيه. انتبهي لمساله الصحبات نتاعك، هذا فيه تنبيه لك الى صحبه غير وفيه، والعلم عند الله. اما الامر الثاني اللي يخص اختك، فنسال الله عز وجل ان يعافيك. طبعا هذا يدل على وجود اعراض سحر، لكن الانسان ينتبه لهذه المساله أنه ضرر السحر يقع بإذن الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وبالتالي إذا لم يقع الضرر، يعني إذا أراد الله عز وجل لا يقع الضرر، لا يقع الضرر. لكن الإنسان إذا شعر بهذا الآلام وشعر هذه الأشياء هذه، فله أن يرقي نفسه، لأن القرآن بركة ويتعلق بالله، وتغتسلي بالماء تقرأي فيه أنت، وتقرأي فيه المعوذات، الفاتحة، آية الكرسي، وما تحسنين. وأيضا الآية اللي قريتيها وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت الآيات. وبالتالي تعيدي هذا النوع من الغسل مع 7 ورقات سدر توضعين في هذه القرعة، وتغتسلي وتكري هذا الغسل حتى يذهب الله عز وجل، وتشربي منه أيضا، وتدهني بزيت الزيتون، وتكري هذا، وما تروحيش للرقعة. أنت ارقي نفسك بنفسك وحاولي تكري، لكن في المقابل تكثري الدعاء والتعلق بالله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي يشفي وهو الذي يعافي. هذا الأمر مهم جدا يعني، وتكرري هذا الأمر، وراك مأجورة بإذن الله، لأن انتظار الفرج عبادة، انتظار الفرج عبادة، والعلم عند الله. يبدو أنه فيه اتصال آخر. الأخ الطيب من عين تيموشنت، أهلا بك بأهل تيموشنت الأخ الطيب. يبدو أنه انقطع الاتصال. أن نعود، قلنا لرؤية سيدة فاتحة من تيارت، قلنا أيضا الديك يدل على الرجل له همة والرجل له كلام حسن، وأيضا الدل على الرجل المحارب. فإذا جمعنا الرمز الأول والرمز الثاني مع قضية الجهة الرسمية اللي قلت هيئة الحكومة، فنقول إن صدقت هذه الرؤية والعلم عند الله، لعله يتقدم لك رجل من الجيش، يعني من ضباط الجيش، ولعله يعاود يطلب يدك، والعلم عند الله، يعني له مكانة وله يعني سلطة، والعلم عند الله. الأخ الطيب من عين تيموشنت، أهلا بك وبأهل عين تيموشنت الأخ الطيب. ألو، السلام عليكم. مرحبا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك بأهل تيموشنت، تفضل. مرحبا. إن شاء الله. أهلا وسهلا. نقول لك عندي واحد الرؤية. نعم. عندي كل الربع تاع الصباح ولا صباحا كيما هكذا، ثاني طلعوا لي واحد كيما قال لك يخرج حلوشه، طلعوا على صدري كيما هكذا. ايه، وما قلت كنت نوض ونتبسم ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، مشى ولا سليمان ودي فا كان يحرم عليا المنام. ايه، وهذا الامر من وقتاش يجيك؟ يجيني مع الصباح. لا قصدي عنده عام. نعم، هذا العام يعني حالتك الصحية مستقرة ولا تحس روحك مريض شوية؟ شوية مثلا. وش عندك أعراض؟ لا، يجو واحد الأعراض تاع شغل نرغم هكذا، دي فوا يجو أعراض نزعف وحدي. إيه، طيب أنت يا خدام؟ خدام. نعم. خدام. خدام. نعم. مستقر في الخدمة نتاعك، الحمد لله ناجح. الحمد لله يا رب. الحمد لله. أي. طيب، محافظ على صلاتك؟ محافظ. أي. طيب، و هذا النوع من الحلم وهذا يتكرر بشكل منتظم، يعني كل يوم ولا تجي فترة ومن بعد يروح ومن بعد فترة ومن بعد يروح؟ تجيني مرتين في أسبوع ثلاثة. طيب، الفترة هذه تكون في حالة قلق أو غضب كبير، يعني ترقد شوية مقلق؟ نعم شيخ. خير ان شاء الله. دوك نبين لك هذا الامر، وتقرا القران يا اخي.
نقرأ واه. كي تقرأ ما تحسش بضيق في الصدر شوية، تحس باللي النفس تاعك يروح يروح كيما انا. خير ان شاء الله. دوك نبين لك هذا الامر يا الاخ الطيب من عينتي مشنت، خيرا رايت شرا كفيت، يعني خير رايت شرا كفيت. طبعا رؤية الثعابين والحنوشة وكذا هذا يدل على نوع مس، هذا يدل على نوع مس، لكن تستطيع بإذن الله مجرد المحافظة على الصلاة ومحافظة على ورد القرآن وتكرر هذا الورد يضيق صدرك نوعا ما، لكن مرة وزوج ومرة وزوج ومرة وزوج، يعني تدرب حتى يذهب عنك هذا الألم. وياريت المكان اللي راك تشوف فيه هذا الآخر لما جيت نام تمسده بزيت الزيتون، والعلم عند الله، يعني هو نوع مس لكن يذهبه الله عز وجل، لكن ارقي نفسك بنفسك، هذا مكان وحافظ على الصلوات وحافظ على طهارتك ويذهب الله عز وجل همك وغمك، والعلم عند الله. طبعا من الرسائل التي وردت إلى البرنامج رسالة الأخت زليخة من معسكر، تقول رأت أخت زوجي أمام، أو رأيت أخت زوجي أمام باب المقبرة، ورأيت زوجي وقد غدروا به وضربوه رجلين وتوفي ونحن نبكي. طبعا الرؤية بهذا الطريقة، يعني البكاء يعني يدل على فرح، يدل على فرح أنكم رايحين تفرحوا به. ومسألة الضربين الرجلين هذه تأتيه أمرين أمرين مهمين من رجلين، يعني مدام مجهول إذا علم الرجل هذا يعني يعطي له هدية أو يعطي له مال أو شيء من هذا وتفرحوا بهذا الشيء. وإذا كان طبعا الزواج جديد وما عندوش أولاد يرزق الولد، يدل على الولد، ويدل أيضا على مسألة الوظيفة، ويدل على مسألة الاستقرار لأنها مقبرة البيت والسكن، ويدل أيضا على السكن إذا كان راه واضع منه. وبالتالي فيه أوجه للتعبير، نحتاج إلى معرفة كثير من الأشياء حتى يعني نصل بالمعنى الصحيح للتعبير. أيضا من الرسائل التي وردت رسالة الأخت أحلام من عنابة، تقول عروس جديد منذ 3 أشهر، الحلم رأيت في المنام في غرفة نومي في طبق الحنة وكأنني فتحت الباب وجاء كلب ونبش أغراض الحنة وكأنه على هيئة إنسان، ونزعنا من عنده أو ونزعناها من عنده ووضعتهم فوق الخزانة، وثم رأيت ثعبان يتلوى في سريري وهربنا أنا وزوجي. طبعا هذا النوع أيضا من الأحلام والرؤى وبخاصة للعرسان، أحيانا العروس، ولفظة العروس هذه تطلق للرجل والمرأة، يعني في اللغة العربية العروس يطلق على الرجل وأيضا تطلق على المرأة، لكن في عرف الناس يقولوا العروس للمرأة والعريس للرجل، لكن العروس عموما يعني أو العروسان يعني العريسان دائما يقع مشكلة الهم، هذا مسألة أنهم يشوفون بالعين، أنهم يسحروننا، أنهم يديروننا في الحنة، فتتركب هذه الأشكال وهذا الكلام يعني، ويركز ويرسخ في ذهن الزوجين أو في لوعيهم، ثم يخرج في شكل علامات مرمزة، وبالتالي إنسان يستعيذ بالله من شر ما رأى. هذا من الأشياء التي ينفثها الشيطان حتى يفسد عليك زوجك وحتى يفسد لك زواجك وحتى يعني يفسد لك زوجك وبالتالي تولوا في مشاكل. لا، إنسان ينتبه ولا يلتفت لهذا النوع من الرؤى أو هذا النوع من الأحلام الذي يعد من الكوابيس، والعلم عند الله. طبعا لم يبقى معي أيها المشاهدون الكرام إلا أن أشكر لكم كرم المشاهدين.